مرحبا بكم. الكثير من لاعبي كمال الأجسام يسعون للحصول على جسم مثالي، لكن قليلين من نجحوا في تحقيق ذلك. سنعرض لكم في هذا الفيديو 7 من أشهر لاعبي كمال الأجسام في السنوات الأخيرة الذين وصلوا لمراحل لا تصدق. وقبل البدء اضغطوا إعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. أولا أليكس ليسكوف. ليسكوف البالغ من العمر 29 عاما، لاعب كمال الأجسام ذو البنية الضخمة وله مظهر مخيف لن ترغب في مواجهته. قبل ممارسته الرياضة في سن 13 كان طفل طبيعي يذهب للمدرسة ويمارس السباحة ويذهب لدروس السباحة. وذات يوم وهو ينظر للمرآة لاحظ أن جسده قد يكون مناسبا لكمال الأجسام، وما بعد ذلك معروف طبعا، لكن الوصول لهذا المستوى احتاج الكثير من الجهد والتدريب. ثانيا فرانك يانغ. له قناة على موقع يوتيوب ويتابعه العديد من الشباب، انتشرت له فيديوهات كثيرة أحبها الشباب. لم يكن له علاقة قوية بالرياضة في البداية، ولكن بفضل التأمل بدأ ممارسة كمال الأجسام. عندما تشاهدون مقاطع التدرب على قناته ستدركون كيف أصبح بهذا الشكل. ثالثا لي بريست. قيل عنه الكثير. بدأ ممارسة كمال الأجسام بتشجيع من جده وهو في سن 12. شارك في مسابقة مستر أولمبي في سن 17 وفاز بالمسابقة مرتين متتاليتين. لديه جسم رياضي وصحي ومفتول العضلات، ومع ذلك لا يفوت فرصة ليطور من نفسه حتى في الجامعة. برأيكم هل هذا صحيح؟ رابعا كاي جرين. لاعب كمال الأجسام عاش طفولة مضطربة، أعجب بكمال الأجسام واهتم بالرياضة بسبب تشجيع معلمه في الصف السابع الذي كان سببا في تحقيق تقدم كبير في حياته. في البداية شارك في مسابقات صغيرة في عام 2009 ووصل لمستوى عال في مسابقة مستر أولمبي وأرنولد كلاسيك. خامسا فيل هيث. عندما تنظر لصور ذلك الرجل في صالة الألعاب الرياضية ستقول ليتني أستطيع أن أحصل على هذا الجسد. اهدأ يا بطل، هذا ليس سهلا. لاعب كمال الأجسام الذي فاز ببطولة مستر أولمبي، إنه أسطورة بمعنى الكلمة ولديه جسدا نموذجيا يزهر بشكل رائع عند التقاط الصور له. برأيكم كم من الجهد يحتاج الإنسان ليكون بهذا الشكل؟ سادسا جي كيتلر. واحد من أساطير كمال الأجسام ومصدر إلهام لكثير من الشباب. جي كيتلر عمره 40 عاما. هل هذا من أجل شكل جسده فقط؟ بالطبع لا. فاز بمسابقة مستر أولمبي 4 مرات، وعندما اعتزل أنشأ شركة لتصنيع المكملات الغذائية باسمه، وله برنامجا على الإنترنت لتقديم نصائح للشباب ويتابعه الشباب دائما. سابعا زيز شيفارشيان. لاعب كمال الأجسام وموديلا، له شهرة كبيرة على الإنترنت، لديه الكثير من المعجبين ويتابعه الشباب ويعتبره الكثير مصدر إلهام لهم. عندما كان في عمر 22 توفي في بانكوك. كان يتمتع بجسد ستاتيك ويقال أنه خسر حياته في سن مبكر نتيجة استخدام المنشطات. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.